انكشفت تلك الأسباب الخفية التي لم يعد الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور يحتفظ بها لنفسه عن ذلك التواجد الكبير على الساحة المصرية، واتضحت تلك الحقائق المثيرة. فلا صوت يعلو في العاصمة المصرية القاهرة على صوت تواجد الملياردير الإماراتي داخل جنبات الساحة المصرية ورغبته في إحداث المزيد من التطورات والتنمية غير المتوقعة، لكنه لا يزال ينتظر الضوء الأخضر لبدء العمل الفعلي. فما القصة؟ دائماً ما تجد لديه القدرة على مباغتة الجميع، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو خارج حدود بلاده في الوطن العربي. فالملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور يعرف جيداً كيف تدار الأمور، ولعل أبرز الأحداث الفعلية التي حدثت على أرض الواقع في الآونة الأخيرة تركز في تلك الحيتان الطائرة التي تغزو السماء في مدينة دبي في مشهد غير متوقع أثار ضجة واسعة وقتها. فبدلاً من أن تغزو الطيور سماء المدينة البراقة، غزتها حيتان الحبتور التي شوهدت وهي تحلق عالياً بين الأبراج في مشهد غاية في الدهشة، أذهل جميع الحاضرين والذين سمعوا به. لكن على ما يبدو أن الحيتان التي تسبح في سماء الإمارات وبين جنبات المباني الشاهقة لم تكن كافية ليتوقف الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن مباغتة الجماهير المنتظرة في جميع أنحاء الوطن العربي. لكن هذه المرة من العاصمة المصرية القاهرة التي يرغب في إحداث تطوير عال في كافة أرجائها كنوع من الاستثمار الإماراتي في بلاد الكنانة، لكن لماذا مصر بالتحديد التي اختارها الحبتور لخطته القادمة؟ سبحان الله، البلد هذه جمهورية مصر العربية فيها الراحة، وين ما تجلس تحس بنفسك أنك مرتاح جدا وأنك مطمئن. السبب الحقيقي وراء حضور الملياردير الإماراتي إلى القاهرة لم يعد يحتفظ به لنفسه داخل صدره، بل كشف على العلن في المقطع المصور الذي أثار وقتها موجة واسعة من التفاعل على كلمات الحبتور، حيث تحدث الملياردير الإماراتي صراحة عن سبب عشقه لمصر ورغبته في إحداث بعض التطورات فيها بالتزامن مع ما تقوم به الإدارة السياسية من مجهود مضن ونظرة تنموية لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها. وإجابة الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن السؤال الكبير كانت وافية وبسيطة، خاصة عندما تحدث عن الراحة التي يشعر بها في جنبات المجتمع المصري في أي مكان يذهب إليه ويشعر بها. قلت أنا بحول هذا الشارع، بحوله إلى أكسفورد وفيفث أفنيو، إلى جنة الدنيا على الأرض. ومن المحتمل أن تشهد القاهرة خلال الفترة المقبلة على ظاهرة الحيتان الطائرة التي تسبح في سمائها على غرار ما حدث في مدينة دبي في الآونة الأخيرة. لكن اسم الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور ارتبط بالكثير من الفرص الاستثمارية الأخرى داخل العاصمة المصرية خلال الفترة الماضية، فالبعض ذهب إلى إمكانية شراء نادي الزمالك المصري، أما البعض الآخر فاستعاد من الذاكرة الإعلامية بعض التصريحات القديمة للملياردير الإماراتي الذي كانت لديه رغبة واسعة في أن يستحوذ على شارع صلاح سالم، أطول شوارع القاهرة، لتطويره وتنميته على غرار المدن الأوروبية، في حين ذهب آخرون إلى بعض الاستثمارات الموسعة في مدينة العلمين الجديدة، درة المتوسط وقبلته الجديدة، خاصة بعدما كشف عن إعجابه الشديد بما يدور على أرضها في الوقت الحالي. برأيكم كيف سيفاجئ الملياردير خلف الحبتور الجمهور المصري خلال الفترة المقبلة؟